هل تصدق أننا نقترب من نهاية أبريل قريبا؟ تستعد الكليات للامتحانات النهائية بالفعل، وقريبا سيدخل الطلاب سوق العمل الصيفي للعمل. نحن الآن نعمل على تكثيف الموسم الرئيسي لضيفنا هاوس. ماذا سيحمل لنا هذا الصيف؟ نأمل في زيادة السياحة في منطقة جنوب بافاريا عما شهدناه منذ ظهور فيروس كورونا. ننتظر لنرى ماذا سيحمل لنا شهر مايو المقبل أيها المستثمرون بالدينار العراقي؟ قالت لنا الاقتصاد نيوز للتو، وأقتبس من المقال: إن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوديني لأميركا إيجابية للغاية، لكن حتى الآن لم تظهر نتائج ما تم الاتفاق عليه في واشنطن. لماذا علينا أن نسأل؟ بلا حقا في المقالة نكتشف بعض المشكلات التي قد تعوق أو قد تعوق التقدم في الخطوة التالية في إصلاح العملة. وأقتبس مرة أخرى من المقال: من المؤمل أن يعلن البنك المركزي العراقي عن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في واشنطن، والتي مكن أن يكون لها تأثير إيجابي على سعر الصرف، لافتا إلى أن ألم الشكلة الحقيقية لأسعار الصرف ولم يتم حلها بعد، وهو للتعامل الاتجاري مع الدول المحظورة.